أربع أنواع من البشر ابتعد عنهم فورا، زي ما العنوان واضح. أربع أنواع من البشر ابتعد عنهم فورا. واحد، الخبيث اللي بيتريق عليك قدام الناس وبيتهكم عليك قدام الناس، وما تكلمه يقول لك أصل أنا بهزر، ده مش هزار. اتنين، الحقود اللي بيغير منك وبينغص عليك حياتك بالكلام السلبي ويقول لك ما تزعلش مني أصل أنا صريح، ده عمرها ما كانت صراحة، دي وقاحة وقلة أدب. تلاتة، الشرير اللي بيشوه سمعتك قدام الناس وبيمسك سيرتك قدام الناس من وراك، واما بيوصلك الكلام وتواجهه يقول لك انت عارف ان انا بحبك، انت عارف اللي بيني وبينك، اصل انا ما اقصدش. يعني ده الشرير. يبقى قلنا الخبيث اللي بيتريق عليك قدام الناس وبيتهكم عليك قدام الناس، الحقود اللي بيغير منك ودايما يقول لك كلام ينغص عليك حياتك، الشرير اللي دايما بيمسك سيرتك قدام الناس ويقول لك اصل انا بحبك وانت عارف ان انا بحبك، انا ما اقصدش حاجة. لما انت ما تقصدش حاجة بتمسك سيرتي قدام الناس ليه؟ النوع الرابع بقى من البشر الغريب جدا، واللي هو يعتبر أشد من التلاتة دول، النوع الرابع اللي هو ايه؟ الناس جمعت معانا على البث، في حد معانا على البث؟ يا ريت يشرفنا كده بكومنت. الصوت واضح ولا مش واضح؟ الناس اللي معانا على البث، الصوت واضح ولا مش واضح؟ يبقى قلنا أربع أنواع من البشر ابتعد عنهم فورا. الخبيث اللي بيتهكم عليك وبيهزر عليك قدام الناس ويتريق عليك، وأما تكلمه يقول لك أصل أنا بهزر. الغيور الحقود اللي بيغير منك ودايما وأبدا ينغص حياتك بكلام سلبي ويقول لك أصل ما تزعلش من صراحتي. الشرير اللي بيذكر سيرتك بالسوء عند الناس وبيحاول يشوه سمعتك قدام الناس. أربعة، الحقود اللي دايما وأبدا عاوز يهدم حياتك وبيتدخل في حياتك وبينصحك نصايح كلها سلبية. إيه الهدف من نصايحه السلبية ليك؟ إنه يهدم حياتك. الناس دي ابتعد عنها فورا، وادعي ربنا إن هو يهديهم ويصلح حالهم. الأربع أنواع دول، الخبيث اللي بيتهكم عليك قدام الناس وبيتريق عليك قدام الناس، واما تكلمه يقول لك اصل انا بهزر، انا ما اقصدش حاجه، ده انا بهزر، ده مش هزار. الغيور الحقود اللي دايما بينغص عليك حياتك بكلام سلبي ويقول لك اصل انا صريح، ما تزعلش من صراحتي، دي في الحقيقه مش صراحه، دي وقاحه وقله ادب. الشرير اللي بيذكرك بالسوء عند الناس وبيتكلم عليك في قفاك، وما بيوصلك الكلام وتواجهه يقول لك لا انت عارف اللي بيني وبينك، اصل ده ما كنتش اقصد حاجه. النوع الرابع اللي بيتدخل في حياتك على انه صديق وبينصحك، وبينصحك نصايح كلها سلبيه عشان زي ما بيقول كده يوقعك في شر اعمالك. خلي بالك من الاربعه دول وابتعد عنهم فورا، وادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يصلح حالهم.